السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة ديال اليوم اللي غنشاركوا فيها وصفة خاصة بالناس اللي كيعانيوا من فقر الدم، يعني الأنيميا. هذه الوصفة هذه كيف ما كتشاهدوا عندنا فيها جوج ديال المكونات غنيين على التعريف، هما مفيدين بزاف بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من الأنيميا. المكون الأول وهو مكون إيلان كيف ما كتشاهدوا، او الدخن او حبوب البشنة، عفوا هذا هو الشكل ديال حبوب إيلان او الدخن او البشنة. كيف ما ذكرت لكم اللي عنده شي اسم اخر يمكن له يشاركوا معنا، له جزيل الشكر باش تعم الفائدة. والمكون الثالث كيف ما كتشاهدوا وهو العدس. طريقة بسيطة ديال هاد الوصفة هذه بالنسبة للناس او بالنسبة للاشخاص اللي عندهم اطفال كيعانيوا من الانيميا يعني فقر الدم، يمكن لهم يعطيهم هاد الوصفة هذه لمدة شهر، فهي يعني وصفة جد فعالة ومجربة من العديد من الاشخاص. طريقه ديال استعمال او تحضير هذه الوصفه هذه، غادي ناخذ حبوب إيلان وغادي نقيوها من الشوائب ونطحنوها باش نحصلوا على البودره ديالها، دائما بدون تحميص. إيلان يستحسن ان يستعمل بدون تحميص، ناخذوه ونقيوه من الشوائب، ننظفوه من الشوائب ديالو ونطحنوه باش نحصلوا على البودره ديالو. اما بالنسبه للعدس ضروري انه يحمص باش تقدروا انكم تناولوه. ناخذوا كميه ديال 250 غرام من كل هذا المكون، يعني 250 غرام من العدس و250 غرام من حبوب إيلان. بالنسبه للعدس ناخذوه ننظفوه من الشوائب ونحمصوه ونطحنوه باش نحصلوا على البودره ديالو. وفاش نحصلوا على البودره ديال هاد جوج ديال المكونات، غادي نخلطوهم في اناء ونحطوهم على جنب ونبداو نتناولوا منهم يوميا ملعقه كبيره في اي وقت حبيتوا. احبائي الاعزاء، يمكن لكم تاخذوا من هاد المكونات اللي خلطوا ملعقه كبيره مع ياغورت او مع كاس ديال الحليب، المهم بالشكل اللي حبيتو وبالشكل اللي يحب الشخص اللي مصاب بالانيميا. المهم على هذه الوصفه هذه انكم تستمروا عليها يوميا لمده شهر، غادي تلاحظوا احبائي الاعزاء واحد التحسن كبير، لان هذه الوصفه هذه مجربه والمكونات ديالها غنيه على التعريف. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذه الوصفه هذه لعلاج الانيميا، يعني فقر الدم. وكنتمنى منكم ايضا وكنشكر جميع الناس اللي تسائلوا على الغياب ديالي، كنشكرهم بزاف لان هذا الشيء كيفرحني بزاف. وكنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم ما تبخلوش عليا بالشجاعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا ليا القناه وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.